رجل يتعرض لإطلاق النار أمام زوجته خلال سطو مسلح. قرع أربعة مراهقين باب بيت رجل متزرعين أن سيارتهم عاطلة في أتلانتا ليقوموا بعدها بإطلاق النار على الرجل في كلتا قدميه بحضور زوجته المرعوبة، حيث كان كل من الزوجين ويتني ومايك لاش قد عادوا للتو من عطلة الصيف برفقة ولديهما عندما قرع باب البيت مراهقان. فتح مايك الباب وقالوا له أن عجلة سيارتهم انفجرت وأنهم بحاجة لرافعة. بكل الأحوال انتاب ويتني شعور سيء لدى رؤية الفتيان، سحب أحد المراهقين المسدس ووجهه إلى رأس مايك طالبا الدخول. لما رفض أطلق عليه النار بساقه اليسرى، وعندما أصر أطلق عليه رصاصة في عظم الفخذ الأيمن. اتصلت ويتني بالنجدة وهرعت حاملة ابنتها ذات 6 أشهر محاولة الهروب من الباب الخلفي، فأطلق عليها المسلح النار وكاد أن يصيبها. ساعدت أسرة تاش الشرطة ووكالة مكافحة الجريمة واستطاعوا الوصول إلى أحد المشتبهين وهو مطلق النار ويبلغ 18 عاما اسمه براندون جيروم سميث. تم اعتقاله يوم الخميس من قبل شرطة أتلانتا، وما زالت الشرطة في أثر الثلاثة الآخرين. لحسن حظ الأسرة كان أولادهم نائمون خلال الحادث ولم يشاهدوا أي شيء من الرعب. وتقول ويتني أن الحادث جعلها تعيد الاعتبار إلى قيمة الحياة من جديد، بينما مايك يتعافى في المستشفى.